خليتوني أنا هم أخاف. يلا تقوم وخلي يروح الشرطة. يلا يلا خلي يروح على المكتب إن شاء الله. يلا أمشوا. يلا اخوان من رخصتكم احنا اكلنا. الله يبارك بيكم وعاشت ايديكم سفرة دائمة. هذا عباله قاعد بفندق 5 نجوم، قهوتكم هنا اجيبها لو تشربوها بغير مكان. انا اشربها بغرفتي عيني. انتو صرتوا من اهل السجن، ماكو هيجي تاكلون وتنهزمون، وانت تغسل المواعين. انت تغسلهم شايب، وانت هم تنظف الحمامات. تواليت وحمام، احنا مو ضيوف. شلون عيني شلون يصير الخطار يغسل المواعين؟ والله ما يصير، ترى عيب، ترى بعد ما نجي امكم. ها انت يمكن ما سمعت. انا ما قلت شيء، انا قلت انا كل زين اغسل المواعين، فنان، وحج نعمان همين كل زين ينظف الحمام. يلا ايه. يلا يا ابا خلينا نروح نسوي الشغل مالنا. سنان تدري من اطلع منا انا ايش راح اسوي؟ شو تسوي حج نعمان؟ راح ارجع هنا مرتين. تدخل ما تقول لي لازم، انت حبيت هذا المكان تريد تسكن هنا. لا مو انا راح، قلت لك اقول اذا قلت لك الحاكم كم سنه ينطيني يعني. شو انت دا تحكي شيش بيش حج نعمان؟ جريمه القتل اقل شيء 30 سنه. ها ليش انت ادمي محسوب؟ الحاكم يعني اكثر شيء يعطيني 2 شهر عقوبه. مرحبا سيدي. ها سيدي، ماكو خبر عن نعمان؟ ليها سماق شي بس ليها سدى يدورون. راح نعماني، راح، الله يعلم منو قتل نعماني. ليش عيني صفيه، كافي نواح على الفاضي بنتي. اخاف مثل ما قالت ست حسنيه، نعمان راح لغير نسوان. لا اله الا الله، اليك بابا شنو الخربطه عيني، شنو الخربطه بالحجي؟ سنان امينه وياه. هاي اسوأ بعد، الله يعلم سنان اليابر ما اخذه. الله يشيلك ان شاء الله نعمان، انت بس ارجع سليم، انا راح اموتك بيدي. ست صفيه ايدي شويه، احنا مستمرين بالبحث، راح تشوفين باقرب وقت نسمع خبر ان شاء الله. سيدي لقينا سياره السائق نعمان. باعي شفتوه؟ بس ماكو احد بالسياره سيدي، لا حج نعمان ولا سنان، ما موجودين. اكيد ما موجودين، هسه الله يعلم بحضن يا مره هم. ليش باي علي؟ خابري حنين بسرعه، قولي لها عمو سنان وبابا قشمرونا واثنيناتنا بقينا بلا رجال. يلا ليش ما تسمعين؟ يلا اسرح خابر، اعطيني تليفون. ولك اعصر زين، اعصر زين. هاي ايش تقول انت حج نعمان؟ قابل اني غساله؟ اصلا هي مو ملابس، احنا ايش علينا؟ الله شنو هذا؟ باوع. ابني لازم نغسلهم كلهن، مجبورين مو بكيفنا. لك شنو تغسل؟ دباوع وراك زين، شوف شكو هناك. ها ها اكيد صاير شي على سنان عمو نوري. نعماني هم. وانتو ليش هيجي قاعدين تنوحون؟ هسه هم قاعدين بحضن النسوان وانتو تنوحون لي هنا، ما تعرفون سنان ونعمان؟ لا تسوينيش الخاطر الله، بدال ما تهديهم الزيدين الطين بله. ليش اني دي اتشذب؟ نعمان وسنان من يخطفون يا نلقاهم بفندق يا بار وبعدين ينفضحون بالتلفزيون. نعمان ما يسوي الشغلات. والله انا ابوي يسويها للرجال. ترى قوم اكسر راسك لك جحش، اسكت لك. شغلوا التلفزيون خلينا نشوفهم طالعين لو لا. ليش عيني دي كافي بكي حنين دخيلة لله، مو دمرتين نفسك بنتي؟ هسه شوفون ورا شوية حنلقيهم اثنين عطل. ان شاء الله عمو نوري. ان شاء الله. شنو هالرقم هذا ما اعرفه؟ نعم من وياي؟ عمي نوري هذا اني سنان. لك سنان وينك انت؟
عمي احنا بالسجن بالسجن وقعنا بالسجن وكلها من وراك. لكن مش خربطتوا هسه حتى تطبون للسجن؟ فايتين على السجن؟ راح اسوي اني ما سوينا شيء عمي، ما حد فوتنا للسجن، احنا من كيف نفتنا؟ لكم شنو من نفسكم طبيتوا؟ شنو طبيتوا على مطعم عيني؟ شنو الخربطه هاي بالحكي؟ لا عمي احنا ما فتنا من الباب، كان اكو نفق وفتنا من النفق جوا وصعدنا فوق. اقول سنان انت سكران؟ انت بوعيك عيني؟ شنو حفرتوا النفق وشنو دخلتوا السجن؟ انت ايش بدك تحكي؟ شنو ناس حافرين النفق على مود يطلعون من السجن؟ سالفه طويله ما اقدر اشرح لك اياها هسه. السجناء لزمونا رهائن، تعالوا نقذونا عمو، نقذونا معود. يا سجن هذا؟ سجن النسور، النسور، احنا بسجن النسور، النسور عمي. تمام لا تخافون هسه جاي ننقذكم. عمي نوري يلا مع السلامه، اشوفك ان شاء الله، انقذونا عافيه. يلا شباب خلينا نروح، عيني رياجيلكم طلعوا بالسجن. استاذ محمد انت خابر للمركز، قول لهم سنان ونعمان بالسجن. تمام يلا امشوا قدامي. امشوا امشوا. احنا خلصنا الملابس كلهن. وين راح ننام؟ الشايب بمكان اخويا راشد وانت تنام فوق. تمام يلا لا تصبحون على خير. وانتم بخير.